لو يرجع بيا الوقت اغير النهايه او اعمل جزء تاني عشان انقذ النهايه دي. طول الرد ده بتكون مي عمر جاوبت بطريقه غير مباشره عن توقعات الجمهور بوجود جزء تاني من مسلسل لؤلؤ، خاصه بعد انتشار خبر انه شركه سينرجي طلعت بيان انه بدا فريق العمل الشغل على الجزء التاني، وده اللي استغربه مؤلف العمل محمد مهران بتصريح لموقع مصراوي قال فيه: لم اتعاقد حتى الان على جزء تاني من المسلسل ولا اعلم شيئا عنه، وما حدش بلغني ان في جزء تاني من الشركه المنتجه. طبيعي الجمهور يطالب بجزء تاني من العمل، فاللي عملته مي عمر ونجوم مسلسل لؤلؤ شيء غير متوقع، ان كان بتحقيقهم اعلى مشاهدات خارج السباق الرمضاني او بحصول العمل على توب 1 الاكثر مشاهده على لائحه شاهد في اي بي. مبروك، مكسرين الدنيا. كنتوا متوقعين هذا النجاح الساحق؟ كنا متوقعين نجاح وكنا حاسين ربنا هيكرمنا، بس احنا ربنا كرمنا قوي. ده غير النهايه الغير متوقعه واللي الكل بيتكلم عليها لحد دلوقتي، ان كان بسبب التضحيه اللي قام بيها مجدي هلال واللي كتار بقوا بيطالبوا بوجود واحد في حياتهم شبهه، او حتى نهايه مروه صديقه الطفوله اللي خانت لؤلؤ. هذا الواقع، يمكن هيك بتصير هيدا الحياه. للاسف ساعات كنت بقول هو احنا عاملين زياده، هل ده زياده قوي؟ مفيش اشخاص كده في الحقيقه، كل الكومنتس ان كل الناس عندهم زي الشخصيات دي في حياتهم. وغير الحاله الدراميه اللي تسبب فيها العمل، كمان قدرت مي عمر تحقق نجاح تاني في الغنى وملايين المشاهدات، وحتى الاوتفيتس اللي ناس كتيره كانت بتستنى الحلقه علشان يشوفوا ايه اللوكات اللي هتظهر بيها. انا يعني مبسوطه ان الاوتفيتس عجبت الناس، شيزا ستار، مغنيه مهمه، فده طبيعي ان دي تبقى طبيعه لبسها. ولان مي كانت حديث الناس وقت عرض مسلسل لؤلؤ، فجمهورها كمان بقى بيفتكر حياتها الشخصيه وقصه حبها هي ومحمد سامي، وازاي والدها اخذ قرار بانهم لازم يفسخوا الخطوبه بسبب عصبيه محمد. يا بص، سبحان الله، هو كان بيقعد يقول لي انا خايف عليكي، انا عارف ان هو كويس قوي معاكي بس هو عصبي فخايف ان هو يتعصب عليكي. هو بابا بجد دايما بيبقى صح، بس هو في البوينت دي ما كانش صح. محمد كان اختيار صح 100%، يعني هو عمره ما بيضايقني وعمره بيتعصب عليا وكويس قوي معايا، فالحمد لله. ده غير انه مخرج ناجح قدمت معاه اهم الادوار الدراميه ومكمله معاه كمان في رمضان 2021، وده هيكون من خلال مسلسل نسل الاغراب لاحمد السقا وامير كراره. مسلسل كبير ضخم انتاج محمد سامي، انتاج سينرجي، بعمل دور سعيدي لاول مره. من الحكي من اللوك عم نتخيل، يعني شو رح يصير؟ مختلف خالص، مش شبه اي حاجه عملتها قبل كده. هيدا من الاول هيك كان مصمم انه الدور لإلك، لانه بعد ما اعلن عنه انك رح تكوني بطله فيه. لا من الاول صورت منه حاجات بسيطة قبل ما لؤلؤ يخلص، وبعد ما خلص دخلت بقى. قد ايه صعب انك تشتغلي تحت هيك عدسة زوجك المخرج؟ صعبة، دي حاجة حلوة. حلوة لما بتبقي بتشتغلي مع مخرج بتثقي فيه عامة، تبقي مرتاحة قاعدة مطمنة وانت بتمثلي وانت بتحضري، انت قاعدة مرتاحة شيء، عارفة ان الشخص اللي بيشوفك هو شايف كل حاجة صح وعارف الصح وهيقول لك ايه الصح وايه الغلط وهيوجهك لو في حاجة، فبالعكس مريح جدا الشغل معاه.